السلام عليكم مدارس الوطن العربي. اليوم رح نبلش بدرس رياضيات للصف التاسع، معادلة الخط المستقيم. في البداية هاي الوحدة الهندسة الإحداثية، هذا الدرس رقم 3. أخذنا بالدرسين اللي قبل هيك المسافة بين نقطتين وإحداثيات نقطة المنتصف. حكينا شباب هاي الوحدة كليتها بتتمحور حول المستوى الإحداثي والنقاط التي تقع عليه ومعادلات الخط المستقيم التي تقع عليه. في البداية معادلة خط المستقيم، علشان نفهم الدرس كتير مزبوط، الخط المستقيم الموضح لنا اياه هون، هذا الخط عليه مجموعه او عدد لا نهائي من النقاط. طبعا هو عباره عن ازواج مرتبه س وص. لو سمينا هذه النقطه الف، فبتصير النقطه هاي الف التي تقع على هذا المستقيم س واحد احداثياتها وص واحد، وفي عندي حكينا عدد لا نهائي من النقاط، فممكن احكي انه هاي النقطه ب برضه س واحد او س اثنين وص اثنين. هذه النقاط تقع على هذا الخط. مهمتنا في هذا الدرس نعرف نطلع معادلة الخط المستقيم. هلأ إذا بتتذكر بالصف الثامن كنا ناخد نرسم الخط، كنت أعطيك أنا المعادلة للخط المستقيم وأحكي لك أرسم لي، كنا نسميه القطران الخطي، لكن هلأ حيصير معنا العكس، رح نطلع إحنا معادلة الخط المستقيم. لحتى نقدر نطلع معادلة للخط المستقيم لازم يكون في عنا شغلتين اللي هم الميل ونقاط تقع على هذا الخط. إذن أي نقطة، شغلة كتير مهمة، أي نقطة تقع على هذا الخط المستقيم هي تحقق معادلته. يعني لما تيجي تعوض س وصاد على معادلة الخط المستقيم أنت بدك تطلعها، هاي النقاط بتحقق المعادلة. فأنت لحتى تطلع معادلة الخط المستقيم لازم يكون في عندك ميل ونقاط. أول شيء خلينا نتعلم كيف نوجد الميل. الميل من صف ثامن كنا نطلع أنه هو عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات. يعني نفس الشيء عندنا المبدأ هون كنت تاخده بالعلوم، مسافة وسرعة وزمن. هلأ إحنا عندنا يا رياضيات، هذا مستوى محور الصادات الموجب، محور السينات الموجب، طبعا تحت بكمل محور الصادات السالب وهون بكمل محور السينات السالب. لحتى تطلع ميل هذا الخط، يعني قديش مايل هذا الخط عنا اللي هو فرق الصادات على فرق السينات. كيف فرق الصادات؟ يعني صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1، أو ممكن نسميها صاد ناقص صاد 1 على سين ناقص سين 1. بيني وبينك اللي هي فرق الصادات على فرق السينات. النقطة هاي اللي عندي إياها هون، هذا المستقيم حددنا نقطتين عليه، طبعا أي نقطتين بتحددهم عليه بكل موضوعك تمام. لنعتبر أن النقطة ألف هي الأولى، النقطة ب هي الثانية، فحيصير صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. هذا هو الميل. لو أخذنا مثال سريع مثلا على الميل، هو مش ضروري لأنه يعني تعويض مباشر، ولكن لو أخذت قلت لك جد ميل المستقيم الذي تقع عليه النقاط، لنفترض مثلا ألف صفر اثنين، عفوا ألف للنقطة، وباء النقطة باء اللي هي مثلا واحد ثلاث، حيكون الميل عنا فرق الصادات قلنا على فرق السينات، يعني صاد اثنين ناقص صاد واحد على سين اثنين ناقص سين واحد. لازم شباب تحدد مين هي صاد اثنين مين هي صاد واحد. هاي النقطة الأولى، افترض صاد واحد، هاي صاد واحد، هاي سين اثنين، وهذه صاد اثنين. فعنا صاد اثنين صار الثلاث ناقص اثنين على واحد ناقص صفر. تعال نعوض كمان، ثلاثة ناقص اثنين واحد، واحد ناقص صفر واحد، إذا الميل عندك هي واحد. هذا هيك مثال سريع بس عشان نعرف كيف نطلع الميل. تعال نتعرف هلا على شو هي معادلة الخط المستقيم. معادلة الخط المستقيم بشكل عام عبارة عن ص ناقص ص واحد تساوي م اللي هو الميل في س ناقص سين واحد. من هي صاد وسين؟ هي إحداثيات النقطة الثانية. صاد واحد وسين واحد إحداثيات النقطة الثانية. فكرة الدرس النقطة الأولى، فكرة الدرس شغلتين، كل الدرس بتمحور فكرتين، بعطيك ميل مع نقطة حتطلع المعادلة، أو بعطيك نقطتين وانت بتطلع الميل بعدين بتطلع المعادلة. يعني كل درسنا بتمحور انه انت يمس اعطيني ميل ونقطة بطلع لك المعادلة، اعطيني نقطتين انا بعطيك المعادلة. لما نوجد النقطتين شو بضل عندك؟ مخبى الميل. اذا نوجد الميل بعدين منعوض في المعادلة ومنطلع معادلة الخط المستقيم. تعال نروح على اول مثال، افتح معي الشباب صفحة 49. خلينا نشوف المثال الاول اللي هو مثال 6
6 بحكي لك جد معادلة المستقيم الذي ميله 4 ويمر بالنقطة ألف سالب 1 3. كمان مرة افتح معي 49 مثال 6 بحكي هذا المثال مباشر تماما، طالب مني معادلة الخط المستقيم، أعطاني الميل يساوي 4 وأعطاني النقطة اللي هي ألف شو اسمها سالب 1 3. إذن هاي عاي فكرة، على الفكرة الأولى أعطاك ميل وأعطاك نقطة مباشرة، بتعوض قانون، لا تنسى القانون، تساوي ميم في سين ناقص سين 1 تمام. هلأ صاد بعتبرها ثابت بنزلها لأن أنا ما أعطيتك نقطة، نقطة واحدة، فبتنزل صاد ناقص صاد واحدة اللي هي النقطة الأولى، أصلا ما إيش غيرها، فباخد 3 تساوي الميل اللي هو عندك يا 4 في سين اللي هي النقطة الثانية ما عنديش إياها، من النقطة الأولى عندك إياها سالب 1. ركز شباب، سالب السالب شو بيصير؟ موجب. هذا السالب من القانون وهذا السالب من النقطة، فصارت صاد ناقص 3 تساوي 4، ووظيفتك هلأ إنه بس تبسط، صارت صاد ناقص 3 تساوي دخل 4 قوس 4 سين زائد 4. بسط لي اياها كمان، كيف يعني؟ خلي صاد لحالها بجهة والارقام مع السينات بجهة، فبقول هون زائد 3 زائد 3 صارت عندك صاد تساوي 4 سين زائد 7، وهيك انت طلعت معادلة الخط المستقيم. في بداية الشرح شباب حكيت لك انه انت كنت في تامن تعرفنا على اشي اسمه الاقتران الخطي، اذا بتتذكروا معاي كانت صيغته قاف السين تساوي ألف سين زائد با، وبا كانت قلنا ثابت، وقلنا ألف اللي هي معامل سين، وكنا نسمي بدل قاف السين كنا نقول هي نفسها صاد، قاف السين شباب نفسها صاد، يعني صاد تساوي ألف سين زائد با. حلو؟ خلي لي عينك على المعادلة هاي، هيك انت طلعت المعادلة. يعني احنا هلا في تاسع عم نعمل عكس تامن، في تامن كنت اعطيك انا هذا الاقتران، اعطيك هاي المعادلة واحكي لك ارسم لي اياها، فكنا نكون جدول فيه نقاط سين وصاد، هذا الجدول بعد ما نكونه نحط فيه نقاط، وكنا نقول انه احلى نقاط نعوضها الواحد والصفر والسالب واحد، نعوضها في هذا الاقتران بعدين نرسم. الآلية حاليا العكس، بعد ما توجد هيك بتروح بترسم الخط المستقيم. احنا هلا في تاسع العكس، انا عم بعطيك الخط المستقيم وعم بطلب منك توجد شو معادلته بالعكس. اذا اللي احنا بنعمله عكس ثامن تماما، بدل ما اعطيك مستقيم عوض نقاط جدول ترسم، احنا هلا شو بنعطيك؟ انه هو مرسوم جاهز، بعطيك النقاط اللي اصلا عليه بس انت طلع لي معادلته. خلينا نعيد المره الثانيه، كيف بتطلع معادله الخط المستقيم؟ مس فكرتين، الفكره الاولى بتعطيني ميل بتعطيني نقطه، الفكرة الثانية أعطيني نقطتين، غير هيك فيه؟ لا ما في. طب شو الدرس؟ بس هلأ كيف أعطيك نقطة وميل تطلع، أو أعطيك نقطتين وتطلع. تعال نطير مع بعض على صفحة 50، افتح شباب صفحة 50، خلينا ندرس تدريب 6-8، نفس المبدأ نفس الشيء. هلأ بس رح أصير ألف وأدور معاك بالأمل بالنقطة، يا بعطيك الميل ما بعطيك اياه، او بعطيك النقاط فيها لف ودوران بسيط زي تدريب 6-8 صفحه 50. شو بيحكي؟ جد معادله الخط المستقيم الذي ميله سالب 5 ويمر بنقطه الاصل. هاي على فكره، هاي على الفكره الاولى. الفكره الاولى اللي هي شو بتحكي؟ انه احنا معانا ميل، الميل عندنا اياه سالب 5 وعندنا نقطه، ما هي النقطه؟ نقطه الاصل. هون هو لف ودار معك، ما اعطاكش النقطة جاهزة، انت بدك تطلعها، مبينة شو نقطة الأصل؟ صفر صفر. إذا رحنا على الفكرة الأولى، أعطاك ميل ونقطة مباشرة طير، أعطيني المعادلة اللي هي صاد ناقص صاد واحد تساوي ميم في سين ناقص سين واحد، وتعال نعوض، اتفقنا إنه صاد واحد وسين واحد اللي هي النقطة، فبينزل معك صاد ناقص صاد واحد اللي هي صادات النقطة صفر، تساوي الميل اللي هو سالب 5 هو أعطاك إياه في سين ناقص زيرو. يعني صاد تساوي دخل الخمسة على القوس سالب 5 صارت سالب 5 سين، خلصنا. إذا هذه هي معادلة الخط المستقيم. دائما شباب تخلي الصادات على جهة لحال والسينات مع الأرقام على جهة تانية لحال، أرتب المنظر بس. تعال نروح على المثال اللي بعده اللي هو مثال صفحة برضو 50-6-7، بحكي لك ما معادلة الخط المستقيم الذي يمر بالنقطتين اللي هي ألف 1-2 وبا سالب 1-6. هاي الفكرة اللي قال يعني جديدة، الفكرة هاي انه ما اعطيتك ميل، انا اعطيتك نقطتين، فهاي الفكرة التانية انه نقطتين بدون ما اعطيك الميل. طب ناس كيف ادبر؟ مثال قلنا 6-7 صفحة 50، يلا نشوف الفكرة هاي.
بحكي لك ما معادلة الخط المستقيم الذي يمر بكل من النقطتين ألف أعطاك ياها 1 2 وأعطاك باء سالب 1 و6. إذا هون أعطاك مس نقطتين بدون ما يعطيك الميل. طب كيف ندبر حالي؟ كيف أطلع المعادلة؟ اكتب لي القانون. صاد ناقص صاد 1 تساوي سي ام الميل في سين ناقص سين 1. تمام؟ هلا احنا عندنا يا نقطتين بس انا ما عندي الميل. انت ما راح تقدر تطلع هذه المعادله لما توجد الميل. تعال نوجد الميل زي بدايه الشرح. قلنا الميل هو عباره عن صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. شباب على النقطه نفسها بتحدد مين سين 1 ومين صاد 1 علشان ما تخربط بالحل. هي سين 2 وهي صاد 2. هلا صاد 2 مين صار عندي اياها؟ 6 ناقص 2 على سين 1 سالب 1 ناقص 1. صارت 6 ناقص 2 4 على سالب 1 ناقص 1 سالب 2 يعني سالب 2. هي انت هلا شو اوجدت الميل، صار في عندك ميل ونقطتين. طب احنا الفكره الاولى كانت ميل ونقطه واحده، انا هلا هون صار عندي ميل ونقطتين. اي نقطه اختار يا مس، اي نقطه بدك اياها بكون الموضوع صحيح. اذا انت عندك الميل سالب 2، نقي النقطه يا الف يا باء، التنتين بكونوا صح. تعال نفترض في البدايه خلينا ناخذ نقطة ألف 1 2. إذا أنت هلا صار في عندك نقطة وميل. رجعنا للفكرة الأولى، نكتب القانون صاد ناقص صاد 1 تساوي ميم في سين ناقص سين 1. يلا صاد نزلت ناقص صاد 1 من صاد 1 اللي هي 2 تساوي ميم في سين ناقص 1. كمان مرة صاد ناقص 2. قديش عندك الميل؟ صار عندي الميل أنا طلعته سالب 2، فمن قيم الميل بتحط سالب 2 في سين ناقص سين 1. تعال نظبط الشكل، صارت صاد ناقص 2 تساوي دخل السالب 2 على القوس، فصارت سالب 2 سين زائد 2. تمام؟ زائد 2 زائد 2، دفعنا 2 ثابت ما بجمعها مع سالب 2 بطيخة، زائد 4. هاي هي معادلة الخط المستقيم لنقطتين احنا اوجدنا الميل والنقطة. افرضوا شباب انه انت حابب تاخذ الميل اللي هو سالب 2 بس ما بدك تاخذ النقطة الف، بدنا ناخذ النقطة باء. خاوة بيطلع نفس الجواب. تعال نفقد ونشوف. هي الميل اللي انا طلعته واخترت هالمرة النقطة باء مش النقطة الف. نكتب القانون ناقص صاد 1 اللي هي الميل في سين ناقص سين 1. تعال نعوض، صارت صاد ناقص 6 تساوي سالب 2 في سين ناقص قديش عندك الف؟ سالب 1. هاي السالب شباب للقانون وهاي السالب للنقطة. سالب السالب شو بصير؟ موجب. فصارت صاد ناقص 6 تساوي سالب 2 افتح قوس سين زائد 1. نلبق الشكل، صاد ناقص 6 تساوي سالب 2 سين ناقص 2 زائد 6 زائد 6 صاد تساوي سالب 2 سين زائد 4. إذا بتلاحظ إنها شو؟ إنهم نفس بعض التنتين. إذا أي نقطة أنت بتختارها رح يطلع معاك الحل نفسه. هذا كان بالنسبة لمثال 6-7 صفحة 50. طلع نفس الصفحة 50 تحت بقول لك فكر، هل تختلف معادلة المستقيم في المثال 6-7 باستخدام النقطة باء؟ إحنا أوريدي حلينا النقطة باء، إحنا حلينا النقطة ألف زي المثال، وأنا أخذت لك مثال إنه ناخذ النقطة باء مش ألف، فطلع معانا النقطتين نفس معادلة المستقيم. إذا الفكرة اللي بيكون للمرة الألف بعطيك ميل ونقطة أو بعطيك نقطتين، من النقطتين بترجع للفكرة الأولى، هاي الفكرة الأولى وهي الثانية، من النقطتين ترجع للفكرة الأولى، ليش؟ لأنه بنوجد من النقطتين الميل وبنقي واحدة من التنتين، التنتين بيطلعوا صح زي ما ورجيتك في مثال 6-7. حيكون عندك تتسلى تدريب 6-9 صفحة 51. هذا التدريب شباب صفحة 6-9 حيكون واجب. إذا أول واجب عندك إياه اللي هو تدريب 6-9 صفحة 51، وجواب النهائي راح يطلع معاك صاد تساوي سالب سين زائد 3 زي ما هو موضح عندك هون. هذا حيكون عليك واجب. نفس فكرة المثال، إذا بتاخذ النقطة ألف أو بتاخذ النقطة باء راح يطلع معاك نفس الجواب اللي هو صاد تساوي سالب سين زائد 3. تمام؟ تعال ننزل على مثال 6-8. إذا كل الدرس فكرتين، نقطتين أو نقطة وميل، والتنتين بيفضوا على بعض. روح على سؤال 6 أو مثال 6-8 صفحة 51. تعال نشوف إيش الفكرة اللي فيه. ما معادلة الخط المستقيم الذي ميله 3؟ إذا هاي أي فكرة؟ هاي الفكرة الأولى، لازم يعطيك ميل اللي هو 3، وهلا لازم يعطيك نقطة. كم قرأت السؤال؟ ومقطع الصادي سالب 2. حلو، إذا هو ما أعطاك النقطة، أعطاك المقطع الصادي سالب 2. شو يعني مقطع صادي سالب 2؟ تعلمناها بتامن. لما أحكي لك مقطع صادي
سالب 2 هذا معنات انه السينات تساوي 0. اذا مقطع صادي، احفظها شباب، صادي يعني السينات تساوي 0. طب لو قلت لك مقطع سيني، مقطع سيني يعني الصادات تساوي 0. طلع معي على الشكل مقطع الصاد سالب 2، يعني انت المستقيم اللي عندك اياه قطع محور الصادات عند السالب 2. هاي النقطة شو احداثياتها؟ احداثياتها بالصادات سالب 2 ولكن بالسينات 0، لانها قطعت محور الصادات. فلما اقول لك مقطع صادي يعني قطع محور الصادات يعني السينات تساوي 0. ونفس الشيء لما اقول لك مقطع سيني قطع محور السينات يعني الصادات تساوي 0. هلا بسألت الدرس بنشوف هذا الاشي، فانت من هلا احفظها، اخذناها بتامن كثير. بقول لك مقطع صادي قطع محور الصادات يعني سيناته 0 زي النقطة هاي. شو مقطع الصادي؟ سالب 2. كيف عرفت؟ بدون ما تعرف من السؤال. طلع هون مقطع صادي قطعت مقطع الصادات عند السالب 2. هاي النقطة سالب 2 إحداثياتها 0 في السينات وسالب 2 في الصادات. إذا أنا أعطيتك ميل، شو النقطة عندك إياها؟ صارت النقطة اسمها 0 في السينات وسالب 2 بالصادات، لأنه مقطع الصادي سالب 2 فالسينات 0. نفس المبدأ، نرجع للفكرة الأولى زي أول مثال، بكتب القانون صاد ناقص صاد واحد تساوي الميل في سين ناقص سين واحد. صار عندك الصاد بينزل ناقص شو صاد واحد عندك ياها؟ سالب 2. هون شباب أنتوا بتضيع، ركز، سالب من القانون، سالب 2 من النقطة. الميل أعطاك إياه 3 في سين ناقص شو السينات؟ 0. لبق، صاد زائد 2 تساوي دخل 3 على القوس 3 سين زائد 3 زائد ناقص 2 عفوا، هون ناقص 2 فصارت صاد تساوي 3 سين ناقص 2. انتبه يا شباب، سالب 2 هي ثابت ما بتنجمع مع 3 بطيخة، تنزل لحال. فصير عندك معادلة الخط المستقيم اللي هي صاد تساوي 3 سين ناقص 2. نفس الشيء انزل تحت مع معادلة الخط المستقيم اللي ميله 4 ومقطع السيني 5. اذا هون الفكرة اللي هي تدريب 6-11 احلل لك اياه عشان مقطع سيني، برضه صفحة 51 بحكي لك اعطاك انه الميل بيساوي 4 وحكى لك انه المقطع السيني يساوي 5. شو يعني مقطع سيني؟ احكي لي القصة. القصة بتقول مقطع سيني خبط محور السينات يعني صاداته تساوي 0. هاي القصة احفظ لي اياها، مقطع سيني خبط محور السينات يعني صاداته شو بتساوي؟ 0. طيران، شو الاحداثيات؟ 5 بالسينات وصفر في الصادات. اذا هاي عن الفكره اي وحده، هاي الفكره الاولى، بعطيك ميل ونقطه، بس هاي النقطه مغبشه شوي، بس اعطاك نقطه سين حالنا طلعنا شو الصادي. روح طيران صاد ناقص صاد واحد تساوي الميل في سين ناقص سين واحد. يلا نعوض، صاد ناقص صفر تساوي الميل 4 في سين ناقص 5، صاد تساوي لبق 4 سين ناقص 20 روحت. تمام، هيك زي ما قلت لك الدرس كله شباب بتمحور على ميل ونقطة أو نقطتين. تعال نشوف هلأ مثال 6-9 إيش بده. مثال 6-9 صفحة 51، افتح معي شباب، 6-9 صفحة 51 بحكي لك ما معادلة الخط المستقيم الذي مقطع السيني سالب 3 ومقطع الصاد 2. ممتاز، هاي أي فكرة؟ هاي فكرة 2 بس مغبشة. فكرة 2 شو بتقول؟ بتقول أنا لازم يكون عندي نقطتين. ليش مش عارفك انه نقطتين انه هاي فكره 2؟ لانه هو ما اعطاني ميل، فخلص انا فكره 2. طب ليه فكره 2 مغبشه؟ ما اعطاكش نقطتين جاهزين، اعطاك انه مقطع السيني سالب 3 ومقطع الصاد 2. اذا المقطع السيني سالب 3 والمقطع الصادي 2. تمام، اتفقنا مقطع سيني بيقطع محور السينات الصادات تساوي 0. اذا شو احداثيات هاي النقطه؟ سالب 3 بالسينات 0 بالصادات. شو احداثيات هاي النقطة؟ صفر في السينات 2 بالصادات. خليك مركز ما بتخربط. اذا هاي قلنا الفكرة 2 بس مغبشة، هاي النقطتين طلعوا معك مباشرة. شو لازم اعمل؟ زي مثال اللي اخذناه 6-7، اول شيء بنطلع الميل، لانه ما بقدر اطلع المعادلة الا بالميل. الميل فرق الصادات على فرق السينات، صاد 2 ناقص صاد 1 على سين 2 ناقص سين 1. عشان تكون مصحصح سمي هاي سين 1 هاي صاد 1 هاي سين 2 هاي صاد 2. مش عادي اعكس؟ طبعا عادي. يلا صاد 2 0 ناقص 2 على صاد 2 قلنا اللي هي، انا خربطت شباب، صاد 2 هي ايش اخترناها؟ 2. فهون شو بدك تحط؟ 2. اذا 2
صاد 2 ناقص الصفر على سين 2 من هي 0 ناقص سالب 3. كمان مرة صاد 2 2 ناقص 0 0 ناقص سالب 3 ناقص الناقص صارت موجب فصارت 2 على 3 بالموجب. تمام؟ يلا كمل معاي. إذا هيك الميل صار عندنا إياه شو اسمه؟ صار عندك الميل اسمه 2 على 3، مش مشكلة لو كان كسر، اعمل حالك مش شايفه. عوض المعادلة، المعادلة شو بتقول؟ صاد ناقص صاد 1 تساوي ميل في سين ناقص سين 1. أي نقطة بتحب تنقي؟ يا بتنقي النقطة الأولى يا الثانية. برأيي شباب خذ النقطة الثانية لأنه سيناتها صفر، فهون بصير عندك إياها شو؟ صفر. لو أخذت الأولى نفس الشيء بتصير الصاد هاي زيرو، فصارت المعادلة جاهزة بدهاش ترتيب كتير. إذا التنتين صحيح 100%. تعال هيك ناخذ النقطة الثانية، بتقول صاد ناقص 2 تساوي قديش الميل؟ 2 على 3 في سين ناقص صفر. إذا أنا هون ليش حبيت أخذ هاي النقطة؟ لأنه السينات صفر، الميل عندك إياه كسر، فهون بتخلص، ما بتضطر تضرب الكسر في السينات اللي هون، أوريدي صفر فبتطير. الحالات الثانية لا، تختار هاي أسهل لأنه بتحط هون صفر، فبتصير المعادلة جاهزة. صاد تساوي صاد ناقص 2، دخل هاي على القوس، صارت 2 على 3 سين، رتب زائد 2 زائد 2، صارت صاد تساوي 2 على 3 سين زائد 2. خلصنا واتفقنا لو اخذنا النقطه الثانيه برضه راح تكون صحيحه. اذا اهم شيء بالدرس مقطع سيني ومقطع صادي. شوف تعلم معي، بحكي لايجاد المقطع السيني للمستقيم الذي معادلته صاد ميم السين زائد الف بتشبه الاقتران الخطي اللي اخذناه، وين هو اصلا هذا اقتران خطي اخذناه في تامن، فاننا نعوض مكان صاد تساوي صفر. اصلا بنعرف قبل شوي شرحت لك اياها، مقطع سيني خبط محور السينات بتعوض محل صاد صفر، مقطع صادي خبط محور الصادات بتعوض محل سين صفر. تمام؟ فإذا بقول لك مقطع صادي دغري سين صفر، مقطع سيني صاد صفر. السؤال طبعا قلنا سؤال صفحة 52، تعال نشوف شو بده. جد المقطع السيني والمقطع الصادي للمستقيم الذي معادلته صاد تساوي 2 سين زائد 2. شو طالب مني؟ طالب مني مقطع سيني ومقطع صادي. شباب مقطع السيني بيطلع لحال والصادي بيطلع لحال، ما بيطلعوا مع بعض. يعني بتمسك المعادلتين علشان تطلع المقطع السيني والمقطع الصادي، بتمسك المعادلة لكل مرة لحال وبتقول صاد تساوي 2 سين زائد 2 بنطلع مقطع سيني. اتفقنا مقطع سيني شو معناته؟ الصادات تساوي صفر. إذا هون دغري الصاد تساوي صفر فبعوض محل الصاد زيرو، بتصير 2 سين زائد 2 ناقص 2 ناقص 2، صارت سالب 2 تساوي 2 سين على 2 على 2 سين تساوي سالب 1. إذا المقطع السيني صاداته مباشرة صفر وسيناته سالب 1، المقطع الصادي مباشرة السينات صفر ولكن الصاد أنا لسه مو عارفها، لساتها مجهولة، فبمسك القانون أو المعادلة بعوض محل السينات صفر، فبقول صاد تساوي 2 في صفر زائد 2، راحت صارت صاد مباشرة شو بتساوي؟ 2. إذا شو المقطع الصادي؟ صار عندك إياه صفر في السينات 2 في الصادات. تمام؟ مقطع سيني بخبط محور السينات، هاي النقطة بيكون صاداتها صفر. مقطع الصادي بخبط محور الصادات، هذه النقطة سيناتها صفر. ضروري هلا رح نشوفها كتير بالأسئلة. هلا تعال نروح، هيك الدرس بكون شباب خلص. قلنا للمرة الألف ومليون عندك إياها الفكرتين، ميل ونقطة أو نقطتين، من النقطتين بترجع رجوع بتطلع الميل بتختار نقطة واحدة، قلنا النقطتين بكونوا معك صح 100%. تعال نشوف تمارين ومسائل صفحة 53، اختار الأسئلة فيهم أفكار بس الأفكار مش كتير، يعني موجودة نفسها في الدرس. إذا بتلاحظ إنه الأسئلة 11 سؤال، رح أبلش معك سؤال سؤال. في أسئلة رح أترك عليك واجب زي التدريب، ورح أعطيك نهاية الفيديو صورة للورقة اللي فيها الأجوبة النهائية لهاي الأسئلة عشان تتصلب الأسئلة. تمام؟ تعال نطلع نيك على السؤال الأول. السؤال الأول بيحكي